السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حلوين؟ ازيكم يا قلبي؟ عاملين ايه؟ وما زلنا في مهرجان المخللات للمخللات للمخللات. هعمل النهارده مخلل سريع قوي 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 وجميل جدا وجديد، انا عملته قبل كده في القناة مع مجموعة مخللات. النهارده لا، قلت بقى اعمله لوحده عشان هو من حقه ان يبقى لوحده. هعمل مخلل الخيار يا قلبي. ازاي مخلل الخيار؟ اقف يا حبيبي كده، الموبايل عايز يشوف مخلل الخيار. مخلل الخيار بالعصفر والثوم والزيت والخل بس، ولا ميه ولا اي حاجه. ايه ده؟ ازاي ده؟ ده الله يرحمه، الله يرحمه ابويا، الله يرحمه ويحسن اليه، هو بصراحه اللي كان بيعمله لنا واخترعه. طعمه رائع وفي منتهى الجمال وحلو قوي وجميل جدا. بصي يا قلبي، خيار اهو زي ما انت عايزه، كيلو 2 كيلو متقطع اهو كده متحمل. ماشي، هنا دي راس توم بقشرها، بقشرها مش بقشرها بالطينه، لا بشيل الطينه وبشيل القشر الخارجي والعنقود بتاعها وبروح فرمها بقشرها بالقشره الخفيفه. احنا دلوقتي التوم جديد، فهمتوني ازاي؟ عايزاه بقشرها، وضربته بمعلقتين ملح في الكبه. ده توم، راس توم بقشرها، معلقتين ملح في الكبه. هتقولي طب احنا مش عايزين قشرها، قشريها مش مشكله بس مش هيجرى لها حاجه. معلقتين ملح من دي عليهم راس توم، التوم كل ما يكتر كل ما يبقى حلو. راس توم بالقشر بتاعها، بتشيل الطينه وبتشيل القشر اللي بره الوحش ده كله، تفضل قشره خفيفه وتروحي ضربان في الكبه ضربا خشنان. عايزه 3 معالق عصفر. ايه العصفر ده يا حنان؟ بص، هو ده عندنا في مصر يا جماعه اسمه عصفر، ده بنستخدمه في الليمون المعصفر، هو ده العصفر، فهمتوني ازاي؟ بتروحي للعطار تقول له انا عايزه عصفر ب5 جنيه ب10 جنيه زي ما انتوا عايزين. بصوا الموضوع سهل قوي، ادي الخيار اهو، هنزل عليه بالثوم والملح. بصي ما تقلقيش من الثوم والملح والخل، ما تقلقيش من الكلام والزيت. بصي وهنزل عليه بده العصفر، هنزل عليه بمعلقتين خل، هنزل عليه ب3 معالق زيت، 3 معالق زيت بس، ادي التلات يعني ربع كوبايه او نص كوبايه زيت. وما تقلقيش، ونقلب هذا تقليبا جيدا، ريحته بتبقى تحفه. العصفر مع الثوم مع الخيار مع الخل بتبقى ريحته رائعه جدا جدا، وبيبقى جميل وحلو قوي قوي وجديد ومحدش يعرفه. اتحدى لو حد يعرفه، واللي عرفه هيعرفه عن طريق فيديوهاتي اللي انا عملتها قبل كده. ده انا عملته في فيديو المخللات المشكله، بس انا النهارده قلت لا، انا عايزه اعمله لوحده، هو يستحق انه يبقى لوحده بصراحه، يعني ان هو حلو وجميل ما تقلقوش منه. انا عمري قلت لكم حاجه وحشه؟ انا وشي زيك. بصوا بقى شايفين الجمال، ولا محتاج كركم ولا محتاج اي حاجه، هو رائع تحفه، يتاكل ني والله يتاكل ني. هجيب بطرمان، اي بطرمان انت عايزاه، ونبتدي نحطه في البطرمان يا حبيبتي. انا اليومين دول شغاله لكم بقى ملوحه ومخللات، وبقيت حنان ملح خالص انا، والله العظيم انا الدكتور بتاعي خلاص هيشد شعره مني. بصوا يا قلبي ماشي، تيجي نعمل كده، تنزليه بقى بميته بكله، ما تحطيش ميه فيه خالص، ده ما يتحطش فيه ميه نهائي. طب هيستوي ازاي يا حنان؟ هيستوي خيار فيه نسبه ميه مع الخل مع الملح، هيستوي. بيقعد قد ايه؟ بيقعد اسبوع بره، وبعد الاسبوع يا حبايبي بيستوي، وبعد كده يدخل الثلاجه على طول. ما ده ملهوش روح يقعد بره زي اي خيار، ده ملهوش. هي خلاص كفايه كده، خليت خدتهم خلاص. انا اجيب لها بقى حبه دول احطهم في علبه واشيلهم في الثلاجه. بصي يا قلبي اهو يا حنان، ما فيهوش ميه، ما تقلقيش يا بنتي، مش هيستوي، هيعفن والله ولا هيجرى له حاجه. ده هينزل ميه، هتبقى لحد هنا كده خلاص، كفايه جدا، فهمتوني ازاي؟ اهو، ونقفله بكيس ونروح قافلينه قفلا جيدا جيدا جيدا، وخلاص على كده. ادي الكيس اهو، كان كمان بتاع حاجه الظاهر، نقفله قفلا جيدا جيدا جيدا، نربط هذا كده جيدا وخلاص، وتشيليه في مكان في المطبخ. احنا هنعمل محلات محلات والله العظيم، مصريات دول والله شابوا ليهم، عسل عسل، احنا ستات عسل. هنروح عاملين محلات مخلل اهو، قد ايه؟ اسبوع بره، مش اسبوع كمان، ده 3 ايام وتاكلي منه، 3 ايام بره المطبخ تاكلي منه. احنا دلوقتي عشان الدنيا ساقعه شويه، ماشي، اللهم غير الاحوال يعني، والجو يبقى حلو. بعد 3 ايام تاكلي منه، 4 ايام او ما تفتحي عليه وتاكلي منه
يتقفل في التلاجة يا قلبي، في التلاجة يا حبيبتي. جمال وهو بتاكليه قرمش. ماشي يا حبيب قلبي، يا رب يكون فيديو النهارده السريع عجبكم. انا اليومين دول عماله اشغل لكم فيديوهات سريعه كده للمخللات والحاجات السريعه دي، يعتبر برضو من تحضير رمضان حبايبي، عشان ما نحتاجش لمخللات بره وما نحتاجش لاي حاجه من بره خالص ان شاء الله. ودايما يا رب بيتكم عامر بكل حاجه باذن ربنا بدون مقاطعه. وبحبكم قوي قوي، انا حنان رمضان.